عبرت تنسيقية القوى الوطنية عن رفضها الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرة إلى إقصائها من المفاوضات بين الطرفين. وأكد القيادي بالتنسيقية الدكتور علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي أنهم أوصلوا رسالة واضحة لرئيس المجلس العسكري، مؤكدا أنهم يرفضون أن يكون المجلس العسكري جزءا من التفاوض، بل يكون الأصل هو تفاوض القوى السياسية مع بعضها. ودعا علي الحاج الأحزاب المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير لخلع عباءة الحرية والتغيير والتفاوض مباشرة بأسماء أحزابهم. وأكد الحاج رفضهم لكل محاولات التدخل الخارجي في الشأن السوداني. اشتراكنا في التفاوض أهم من أي شيء آخر، لكن لا يمكن الأفارقة يتكلموا، العرب وغيرهم، الأمريكان، ما تعرف الأوروبيين، كلهم عندهم يعني كلام أنه بيتكلموا بطريقة مباشرة. لا يمكن إحنا كقوة سياسية موجودة ما يعني خلونا بس انه في الاخر يعني ممكن يعني نديكم حاجه او تحقوا او كذا. فاحنا بنرفض انه ابدا في اي جهه من الجهات يدينا شيء، ما دارين شيء من جهه. احنا ما دارين حاجه اصلا. لذلك احنا نفتكر انه الخطوه الاولى يجب ان تصحح واضح ان احنا نكون جزء من التفاوض. التفاوض مع الأفارقة، التفاوض مع القوى الحرية والتغيير، التفاوض كذلك مع الأجانب كلهم، أمريكان على أوروبيين على غيرهم. ودي يا أخواننا النقطة الأساسية اللي وصلناها لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.